عليكم ومرحبا بكم معنا مستمعي راديو شمس الجيري. مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا جوزتوا سهريه ورايحين جوزتوا سهريه مليحه معنا في برنامجكم لما نحكي اللي دايما نطلعوا لكم يوم السبت من الساعه 8:30 حتى الساعه ان شاء الله يا ربي 10 باذن الله. دايما تكون حاضره معايا في التنشيط زهيد ثابت. مساء الخير عليكم. مساء الخير نسرين. مساء الخير كامل اللي راهم يتبعوا فينا. ماذا بينا اليوم تكون المشاركه تاعهم كبيره بزاف. ماذا بينا تشاركونا، تبعتونا لي نيميرو تليفون. اللي حاب يشارك معنا وما قدرش يحكمنا في التليفون يبعث لنا نيميرو تليفون تاعو احنا اللي نتصلوا به. دائما رانا معكم السبت من 8 لل10. اليوم اكسبسيون على جال امينه هي اللي عطلتنا. رانا نبداو راهي 10 و 8 و مزروبه باش تكون 10 راهي 8:23 دقيقه. راكم معنا تشوفوا اون لايف كامل. عندنا حكايات مثيره ومثيره جدا تكونوا معنا تسمعوها، وماذا بينا تشاركوا معنا نتوما لكن تنسى بنات رجال ولاد كامل اللي يقدر يشارك معنا في ليميسيون يحكي لنا الحكايه تاعو. دوك تقول لكم نسرين واش هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. كما شفتوا لا سيمين باسي كان الموضوع تاعنا السحر، وكان عيط لنا هذاك الشخص اللي كان من الاخر صح نرفاني بزاف. انا علاش تنرفيت باسكو كي شفتو يهضر افيك ان سون فخوا، بكل بروده يهضر افيك ان سون فخوا كي شغل صح منه بصح. واش هو يحكي منه بصح؟ يقول لك ايه انا فرقت ناس، انا يتمت، انا سكيما انيرفي. هذاك لو سون فخوا تاعو كي شغل كان يدير حاجه مليحه. واليوم دوك تقول لكم نسرين واش هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. نسرين تفضلي. زهيدة تكلمنا على الخيانه، تكلمنا على السحر، تكلمنا على الخيانه ايضا، درنا لها زوج حلقات. لكن اليوم حبينا نخرج شويه من المواضيع الحاره. حبينا نتكلموا على الناس اللي وعدوا بزواج وما يوفيوش الوعد تاعهم. معليش على بالنا بلي زواج هو مكتوب، وعلى بالنا بلي زواج كما يقولوا ربي مكتبو على كل واحد، وعلى بالنا بلي هذا الشيء ما نقدروش نفصلوا فيه. لكن كي تولي الحكايه عام عامين ثلاث سنين، الناس حتى ال 10 سنين 15 سنة ومن بعد يجي يقول باللي فوالا يما ما قبلتش، ولا ما نقدرش نديك، ولا حتى نساء ما نقولوش غير للرجال، حتى نساء كاين لي برومي يقولوا باللي فوالا انا ما نتزوجش، تقعد تخرج معاهم ما بيش شنو، ومام حتى توقعات فيونساي كاع معاه، ومن بعد تقول لك لا انا نروح نتبع عقلي، نروح نشوف دراهم، ولا نروح نشوف اللي عنده الزين. كما يقول لك تشوف كليون واحد اخر اكزاكتومون بليز انتيريسون، بالك مرفه خير، بالك عنده دار، بالك يخدم، بالك يقول هنديك ليترونجي. رانا شفنا هاد لا مود هادو اللي بزاف يحبوا يروحوا ليترونجي. على هذيك اللي الموضوع تاعنا تاع اليوم هو لي بروميس. مالوغوزمون كاين بزاف هاد الاشياء متواجده في المجتمع تاعنا الجزائري. كما قلتي كاين بزاف بنات اللي يقول لك نروحوا حنايا للخارج نديروا لافينيغ مع راجل واحد اخر، الوغ كو كانت تعرف واحد بوندون دي زاني، غدوه من غدوه تقول له ايا بلا تشاو، تقول لك نو بالك، تقول لك هذيك كنت صغيره كنت نقرا، كان يقرا معايا، يوجدوا روحهم الاعداء. رانا نهضروا على البنات باش ما يقولكش راكو منحازين للبنات. كاين بزاف البنات اللي يكونوا مع كاش واحد زميلهم كسوسوا في الجامعه ولا في الخدمه، ولا من بعد كي تصيب واحد اخر بلوز انتيريسون هي تكون حطها على شغل دايره تو ريزيرف هكذايا. بعد كي يجي واحد اخر بلوز انتيريسون سواء عنده دار ولا يخدم مليح ولا يروح ليترونجي ولا يسكن وحده ولا اي حاجه، هذاك اللي تكون دايره تو غوت سكور تخليه تقول له نو ماليه ما قبلوش، ولا ما تقولوش اصلا حتى يسمع بها تزوجت. اكزاكتومون حتى يسمع بها تزوجت. كاين كذلك الرجال يديروا حوايج كيما هذوما بيان سور، يقول لك يما ما حبات ولا شيء من هذا القبيل. واش رايك نستقبلوا اول مكالمه زهيده؟ حبيت تساعدنا اول مكالمه؟ الو الو مازال ما حكمش. واش رايك واحد الحكايه مقبله عطيت لك برك هكذا شويه منها. نعرف وحده كانت سي تون امي تاع الصح، ماشي وحده هكذا، قعدت مع واحد بخاسك 13-15 سنة هكذاك، هما كيف كيف ملي كانوا يقراو ومن بعد تخرجوا من الجامعه كيف كيف، راحوا يخدموا لو ميم ميتي بصح، هي من جهه هو من جهه، مي قعدوا ان كونتاكت اشاك فوا كيكون عندهم خدمات كيف كيف يتلاقاو ويتو. مي كي دار شافت الوقت مشى اكزاكتومون وجاز الوقت
بداو يديروا لها شويه لابريسيون من جهتها خلاص اكزاكتومون شويه لابريسيون من جهتها شويه من جهه ماليها من الجهه باسكو بدا يتقدم بها سينسي تو تافي نورمال اي تو كي بدات دير له هي قال كذلك لابريسيون اي تو اي با واش قالها باش يجبد روحه باسكو جو بونس هو كان وجد لها كان يتجوز في وقته ولا مش عارفه إلي تي با بري بور لو مارياج ولا ما كانش دايرها في باله ولا اي حاجه ما نعرفش واش كان كاين في راسه. المهم قالها بلي كيما صابش واش يدير قالها ماريا ما قبلوش باسكو انتيا ماشي قبيليه يما ما قبلتش باسكو لو بوكي انه هذايا ما يهضروش مي با قبيليه في دارهم ما عندهم حتى علاقه كل الناس القبائل لا احنا مالناش نهضروا على الريجيوناليزم اوني با دي ريجيوناليست ولا رانا انا هضرت على هذه باسكو هذه حكايه صح صرات قالها انت ماشي قبيليه وانا يما ما قبلتش فينالمون اي سي ماريي مع وحده ماشي اصلا ماشي قبيليه وهي كذلك